بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. اخيرا اخيرا، والله زمان يا جماهير، والله زمان يا جماهير، والله زمان يا كرة يا مصرية، والله زمان يا استاد القاهرة، والله زمان يا كل حاجة، يا كل حاجة حلوة في الكورة. والله العظيم خبر يفرح جدا جدا جدا، واخيرا هنشوف شكل الجماهير المصرية في الاستاد بالكامل. اكيد الناس كلها تابعت، وانا عندي بعض المعلومات اللي هضيفها لحضراتكم من خلال الفيديو ده. اكيد الناس كلها تابعت الساعات الماضيه الخبر اللي بيقول ان في 50,000 مشجع مصري هيحضروا لقاء النادي الهلال والاهلي في استاد القاهره الدولي. وانا عايز كمان اضيف لك على النقطه دي، لان في رسالتين عايز اقدمهم، رساله لجمهور الهلال السوداني والفريق الهلال ولكل الاخوه السودانيين، ورساله ايضا لكل جماهير الكوره في مصر بعد الخبر ده. اولا عايزك تعرف حاجة، الناس كلها بتقول 50,000، انا بقى من خلال المنصة دي بقول لك هيكون اكتر كمان من 50,000. واحد يجي يقول لي يا عم ده رضا قوي، ده فل قوي، ده احنا موافقين على 50. اقول لك والله العظيم يعني خدها مني ثقة، هيكون ان شاء الله اكتر من 50، ان شاء الله هيكون اكتر من 50، والملعب هيتقفل بالكامل. كان شهرة استاد القاهرة دايما استاد الرعب، مش علشان بيحصل حاجه في الملعب لا سمح الله، عمرنا ما كنا بنعمل اي تجاوزات، عشان شكل الجماهير. الجماهير المصريه يا جماعه، فاكرين 2006 وشكل الجماهير والمنظر الرائع؟ فاكرين جماهير الاهلي وهي بتقفل الاستاد، وجماهير الزمالك وهي بتقفل الاستاد في الماتشات الافريقيه وفي الماتشات المهمه؟ راجعين تاني، راجعين تاني للمنظر الاساسي للكره المصريه يا جماعه، للشكل العام الطبيعي. بشكر وزارة الداخلية وبشكر المسؤولين في الكرة المصرية، الحمد لله يمكن صوتي وصوت كل جماهير الكورة وصل للمسؤولين، رجعوا لنا الكرة لشكلها الطبيعي، وللجماهير اللي بنطالب واحنا واثقين فيهم ان هم ان شاء الله هيلتزموا بكل الشكل العام اللي طلع بلدنا في المقام الاول شكلها حلو. اهم حاجة بلدنا يطلع شكلها حلو. رسالة قبل ما اتكلم على الاخوة السودانيين، رسالة لجماهير الكرة المصرية بالكامل، الزمالكاوي والاهلاوي، اتمنى اتمنى الماتش ده يحضروا جميع الطائفات. نستغل بقى التغيير يا جماعة كامل، نستغل التغيير بشكل كامل. زي ما الجماهير خلاص رجعت المدرجات، اتمنى نرجع للشكل القديم كمان، اهلاوي وزملكاوي يا جماعة في مدرج واحد قدام اي صعوبات. وانا بقدم بادرة، اتمنى اشوف جمهور الزمالك يحضر، وهتترد والله من جمهور النادي الاهلي. يا جماعة خلينا نفتح صفحة جديدة كلنا مع بعض، يا جماعة خلوا اللي فرقنا واللي وقعنا ببعض واللي سخن المناخ واللي عمل يعني احتقانات كبيرة جدا يحس بالإحراج، ويحس ان هو قليل قدام عقول الشباب المصري الواعي والرجال المصرية الواعية والأسر المصرية في مجال الكورة. افتكروا ان هم يقدروا يفرقوا بين ده وده، في ناس للأسف ما عندهاش ميزان العقل، سخنت ده على ده ويطلع يترشق في دوت، ويخلى الزملكاوي كاره الاهلاوي، ويطلع يقول لك الساعات يا خطيب، ويطلع يقول لك ما اعرفش ايه، عملوا مناخ غير صحي للكوره. وبقى الزملكاوي والاهلاوي كانهم ضراير مش طايقين بعضيهم، رغم ان الاثنين في بيت واحد. خلونا نستغل ده ان احنا كمان نساعد مع الدوله المصريه، ونساعد ان احنا كمان الجمهور الاهلاوي والزملكاوي يحضروا، ونبقى ايدينا في ايدين بعض، ونرجع المدرج زي زمان. يلا يا صاحبي تعالى نساعد، تعالى نمد ايدينا، كفايانا بقى ترشق، وكفايانا تعصب، وكفايانا كل الكلام ده، كنا دايما جنب بعض، كنا دايما جنب بعض. دي رساله، فالف مليون مبروك، وان شاء الله الحشد الجماهيري الكبير ده يخلي النادي الاهلي اكيد فرصته اكبر، وترجع الكره المصريه بجماهيرها تضخ فيها الحياه وتفوق تاني بعد رحله كبيره جدا من الغيبوبه بسبب غياب الجمهور، وبسبب الناس اللي سخنونا يا ريت يسيبونا، اللي سخنونا يا ريت يسيبونا. سيبونا بقى. رسالة أخيرة قبل ما أقفل الفيديو لجمهور الهلال السوداني ولكل الإخوة السودانيين، مرحبا بكم في أم الدنيا مصر. الشعب المصري شعب مضيوف، ما عندناش أي مشاكل مع أي حد وعمرها ما تحصل، وأنتوا عارفين إن بلد الكرم. وبعدين في بعض التصريحات طالعة من بعض المنصات للهلال السوداني بتيجي تقول لك إحنا بنطالب الاتحاد الأفريقي يكون الماتش من غير جمهور. بنطالب إزاي يعني؟ هو أنتوا اتعودتوا إن كل الماتشات خلاص بقى إحنا عندنا بيحضر 200 300 واحد، ده العادي؟ لا ده مش العادي، كان في ظروف، وان شاء الله كل حاجه تعدل والجماهير هترجع، وانتم مع الرحبه واسعه تيجي تشرفوا وتنوروا محيط كره القدم. الماتش لا يتعدى اكتر من كده، الماتش لا يتعدى اكتر من كده. واذا كان بنتكلم على الاخطاء، الاخطاء كان بادئه من التنظيم في المباريات ما بين الهلال والاهلي في السودان، لما عملوا كردون امنك بالكامل وبيحموا لعيبه النادي الاهلي، مين اللي بدا الكلام ده؟ فالامور احنا عندنا الحمد لله بلد الامن والامان، وهتتشالوا على الدماغ والله العظيم، وهتشوفوا الاستقبال وجماله وحلاوته، وانتم هتشوفوا كوره مفيش اكتر من كده جمال. فالمصر
بلد الامن والامان، شعبها طيب، ما عمره ما كان عدواني ولا عمره بيبدا باي حاجه. فمرحبا بكم في ام الدنيا مصر، تشرفوا وتنوروا، والف مليون مبروك عوده الجمهور الحقيقي للمدرج، واتمنى الزملكاوي يحضروا والاسماعيلاوي يحضروا وكل المختلف الطائفات، مش علشان بس تكون في ظهر النادي الاهلي ودعمه، لا، نرجع الصوره بتاعت المشجعين ويبقى كرنفال واحتفال بعوده الجماهير، نستغل ده. وما تنساش ان الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه دلوقتي في دوري ابطال افريقيا. بكل توفيق اكيد برضو لبيراميدز وفيوتشر ولكل الانديه اللي ممكن انها تشرف الكره المصريه مع عوده قريبه باذن الله نتمناها لنادي الزمالك بعد ما يخلص من كل المشاكل اللي تحاك بيه. تحياتي ليكم ومليون مبروك، وصلوا الفيديو ده في كل مكان. عاشت مصر ام الدنيا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وايدي في ايدك اخويا الاهلاوي والزملكاوي، نرجع المدرج تاني لمكانه ووضعه، اما اللي سخنونا يا ريت يسيبونا. تحياتي اسلام علوي، مليون مبروك عوده الجماهير، السلام عليكم.